السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق. مشاهدينا الكرام، بإمكان حضراتكم أن تتواصلوا معنا من خلال الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال الرقم المخصص للواتساب والذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي ستقرأ إن شاء الله تباعا في هذه الحلقة. نبدأ مشاهدينا الكرام من الفقرة الأولى، فقرة المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، وأول ملف لدينا هو ملف التظاهرات. تشهد العديد من المحافظات العراقية تظاهرات واعتصامات مختلفة للمطالبة بتوفير الخدمات والتعيينات وتثبيت العقود، فضلا عن المطالبة بصرف المستحقات والرواتب المتأخرة أو التخصيصات المالية. الخريجون في محافظة المثنى افترشوا الأرض للمطالبة بإنصافهم وتوفير فرص عمل لهم. لنشاهد هذا المقطع. طبعا مشاهدينا الكرام، هناك لقطات سنقوم بعرضها، لكن أنتم شاهدتم جزءا منها، وهي الاعتداءات الحكومية من القوات الأمنية على المتظاهرين من الخريجين المطالبين بالتعيينات في محافظة المثنى. لنشاهد هذه اللقطات ثم نعود. هذا جار معدن بوي. ابقى مكان. طبعا شاهدتم مشاهدينا بهذه الطريقة يتم التعامل مع الخريج المتظاهر المطالب بحقه المشروع في العراق. لنتابع بعضا من التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع في موقع فيسبوك. مرتضى يقول: إلى متى يا رب هكذا ناس تستجدي الحقوق؟ ليش هكذا تتعامل الأحزاب مع الخريجين؟ أحمد يقول: حسبي الله ونعم الوكيل، على هذا الوضع على الشعب أن ينتفض ضد هذه السياسة الدكتاتورية. لدينا تعليق من عماش كريم يقول: عمي استهتار، هذا مو حكومة، عصابات. ويقول مهند: نحمل المحافظ وقائد الشرطة والنواب كافة المسؤولية، اليوم ضربونا، ركضوا ورانا بالشوارع، اعتقلونا، ضربوا النساء، أشكال من القمع الوحشي. يعني مشاهدينا، السؤال هو لماذا يستمر هذا التعامل الحكومي بالذراع الأمني مع كل من يطالب بحقه المشروع الذي كفله له الدستور الموجود الآن في العراق والقوانين الدولية المعنية بحقوق الإنسان والحريات؟ لماذا يتم الاعتداء دائما على المتظاهرين السلميين بهذه الطريقة الوحشية؟ معنا اتصال ويانا السيد أبو عمر من بغداد، تفضل يا أبو عمر. حياك الله أستاذ محمد. اهلا وسهلا يا ابو عمر، كل الهلا، تفضل. قناة الرافدين والساده المشاهدين الكرام، الله يسلمك، حياك الله. استاذ محمد، احنا العراق يعني من 2003 ولحد يومنا يعني اكثر من 19 سنه. نعم. والشعب العراقي يعني كل العالم يعرفون بانه هاي الحكومات المتعاقبه اللي جت متسلطه على ارقاب العراقيين اللي ما شافوا من عندهم لا الخير لا تقدم اي زراعه ولا اي صناعه، كل هاي الامور. بس الامور اللي تفيدهم مرات وبناء المستشفيات اللي لهم الاهليه وبناء الكليات والجامعات لهم، ف
طيب نعم. احنا نعاتب وزاره التربيه وزاره التعليم العالي انه من تكون هيك دوله هيك حكومه وهيك سلطه احزاب وعندنا هيك ناس خريجين انه يطالبون بحقهم وبتعيناتهم، هذا مطلب شرعي غصبا على الحكومه وغصبا على وزاره التربيه وغصبا على كل الوزارات انه لا لهم فتح لانه كوظافه احترامهم لمكانتهم الخاصه لشهاداتهم العليا تعبوا على نفسهم طيل يعني اكثر من 19 سنه، كل سنه تخرج من عندنا كوكبه جديده وهاي الكواكب اللي عندنا من شبابنا وكل محافظاتنا هاي المفروض الحكومه يعني تتلقاها بحضارهم تتلقاها بفهم تتلقاها بناء العراق بناء هذا المجتمع من ان يكون سياده للحكومه، الحكومه ما تكون لها سياده الا الشعب معاها متواصل ومتفاهم وياها. طيب يعني هذا الكلام نظريا ابو عمر، هذا الكلام نظريا سليم وحضرتك تفضلت وقلت من المفترض، لكن واقع الحال برايك هل يمكن ان تتحقق هذه الشروط في ظل وجود هاي الحكومه وهذه الاحزاب ومن يحكمون العراق منذ عام 2003 الى اليوم؟ استاذ ما تتحقق هاي الامور من المطالب، لانه عندنا قاده وميليشيات زعماء الاحزاب وسلطه الاحزاب، هاي الافكار والاوامر اللي يعني يمشون عليها انه العراق ما يفهم ولا يصير ولا يبنون طافوقه من اجل رفاهيه شعبه ويعني تحويل الشعب يعني يكون شعب شبعان ويكون مرتاح ويكون ذات كفاءه يعني جيده ذات امور زينه، هاي الامور ما تخصهم، احنا بس نلاحظ الميليشيات والحشد مالتهم والرواتب اللي جاي تصرف عليهم والمناقب الحدوديه اللي كلها مستنيها من 2003 ولحد الان والنفط اللي طلعت اكثر من 100 دولار، هاي الامور والمواطن العراقي لم يجد شيء امام هذه الحكومه سوى الاعتقالات وتفريق من قوات الامنيه، هاي الامور ما تقل لان الشعب طيب. راح يظل يتظاهر ويظل يطلب حقه، هذا الحق مشروع ومطلوب لانه يريد سياده ذات كرامه ذات مكانه، فللاسف هاي سلطه احزاب ما تعرف غير لغه الدم والقتل والاعتقالات. وصلت الفكره ابو عمر، انا اشكر حضرتك، وصلت الفكره، شكرا جزيلا، كنت معنا من بغداد. ويانا سيد محمود من الموصل، تفضل يا محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. انتم من قبل لحظة كنتوا تلاحظون احنا نلاحظ ونعرف شاكو وسماكو بالدنيا. قبل لحظة حطينا الكساتة الفياض لما يقول انا ما ادخل بأي حزاب. اي. يقول انا باي حزاب لا تدخلوني، انا حشد مال عشائر عندي. طيب. البارحه تكتل مثل شلون البزون يروح على فريق زيدان يقول له اجل اجل الحكم. ناس ترفع وناس تكبس. ما بيهم خير ولا طاهر، لا يقول احنا ما نتدخل بالسياسه. هذا الفياض. ومنها قبض هذا الحكومه ومنهم صار شريف، تعلمني. منها صار بيهم ناس تقط الناس. نعم. تقول لا تدخلوني بالسياسه. البارحه تروح توسط على فريق زيدان تقول له اجل المحكمه لبما الشارع والشعب اللي يقول، مو يقول اللي يقول انه مثل ما يقول الحاج نقب حاج العامري لما نقول ذاك اليوم لابد رشاشته وكان نبير مهران كان مقابلنا مقابله البارحه يقول راضي ولكن تبرها مرات سويت مديانة سويتها ملحمه وانا مثلا كلامي برها مرات قلت ما حد تضرب الشعب الا برها مرات ضحك ونور المالكي بالطيارات بكركوك والسبيكر نعم كانت احداثيات للطيارات يقول انسحبوا القتال مستمر بالمصر وانت السحاب للجيش للغراوي هذول ما جايين على راس جايين لون الشعب اذا ما يقوم لهم الشعب قومه وحده ما تفي. طيب الله وكل واني ممنون شكرا جزيلا سيد محمود من الموصل. دعونا نكمل المشاهدين الكرام ما لدينا من فقرات ومقاطع في هذه الحلقه.
ننتقل إلى موضوع آخر مشاهدينا، وهو ملف التجاوزات في محافظة البصرة وفي العراق بشكل عام. مواطنة من محافظة البصرة تحدثت عن معاناتها بعد أن تم إزالة بيتها وتهديمه بالكامل، لتجبر على السكن في كرفان صغير مع أطفالها الأربعة ولا تملك المعين والمعيل. السؤال هو لماذا لا يوجد بديل لسكنة التجاوزات من العراقيين من قبل الحكومة الحالية أو الحكومات التي سبقت؟ لماذا لم يتم تخصيص مجمعات سكنية لهم؟ احتواء هذه الأعداد التي تقدر بالملايين الذين يقطنون في العشوائيات أو في التجاوزات. لنتابع هذا المقطع ثم نعود. في شنو صار عليك؟ أمس أنا قاعدة بالبيت ويحوا بيت علي. بشفوا زيدوا. ما قال ما خافوا. أيا خونة. وين قاعدة؟ أيا خونة. أيا مجرمين. هنا قاعد يشوف. وين قاعدة أبو علي وين؟ هذا بيته وشردته هنا من هذا بيته أعزاء المشاهدين وقاعدة بكرفان. كرفان قاعد. كل شيء ما أعطوني، دفوا فلاشته ودفوا مجمدته ودفوا غراضه، كل غراضه دفوه. هوب عوضوك. كل شيء ما أعطوني. ما طوشي بصري انت بصري عشان بصري يا عمي مو يطلع عندنا واحد وعليه واحد انت علي وشارع انت هنا قاعد واحد خالف ومرتاح ويقول هاي المره مو بصريه مو شبعان ما يدري بالجوعان قاعده بصري خاله قاعده ببيتي دور الكاميرا على العراقيين هاي البصريه هاي البصر صوصره ام الملايين هاي ام النفط يا من تريد خليجي 25 اول مره ارحم المواطنين وتوكل على الله وسوي خليجي 25 هنيئا لك الرياضه بس هاي الوادي ملاذب حال المواطن يقول هنيئا لك الرياضه بس فلان لاذب غراضه الله اكبر. نبقى مشاهدينا الكرام مع ملف التجاوزات. اثناء حمله لرفع التجاوزات في منطقه الزعفرانيه حدثت اشتباكات بين القوات الأمنية وأصحاب السكلات لتضج مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هذا الموضوع، وهناك تعبير عن استياء الناس من العنف المستخدم ضد الفقراء بذريعة تطبيق القانون من قبل الحكومة. هذه الطبقة المسحوقة التي يمارس عليها القانون في حين يترك صاحب المنصب الفاسد من المحاسبة هو وأتباعه. لنشاهد هذا المقطع ثم نعود. خلونا نشوف مشاهدينا التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع في موقع فيسبوك. عندنا تعليق من أم سيف تقول هذا القانون قادر بس على الفقير، أنتوا تطبقون قانون الدولة على الشعب، وين حق الشعب من الدولة؟ عندنا تعليق من دكتورة رغد تقول هسه العالم كاتل الضيم وفرولهم فرص عمل بديلة بعدها شيلوا التجاوزات. عندنا عقيل يقول والله حق الأهالي، هذه أراضي للشعب العراقي وليست للصوص الذين يهدمون البيوت ويسرقون أموال الشعب. كل عراقي من حقه أرض يبني بها ملك له، وإذا كان مكان تريد الدولة لإنشاء مشروع عليها أن تعطيهم منزلا جاهزا للسكن. عندنا تعليق من أبو علي يقول عيب على الحكومة إذا كانت لدينا حكومة هذه المهزلة، أين القانون وأين الدولة؟ مع كل الأسف خربانة. سيد عبد الرزاق من بابل تفضل حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، بالنسبة للتجاوزات والخروقات نعم والتعديات على أملاك الدولة، احنا نقول الاختلاف لا يمنع الارتصاص.
بالنسبة لهذه التجاوزات هي ما مقبولة. نعم. يعني ما واحد يجي يتجاوز على أموال غيره هذا ما مقبولة. لا ليش؟ يعني أنا واحد من الناس أعرف ناس يعني تأجر بيوته وتروح تتجاوز على أموال الدولة وتبني تتأمل بأنه الدولة راح تعوضها في هذا والبيت ماله والبيوت ماله تنديشة تبقى ما تجاوز. هذا مو الكل. لكنه اللي عرفه يعني عند هذول اللي يتجاوزون هذه، لكنه مع كل هذا وذاك بالنسبه للمتجاوزين وغيرهم ما يعني توزع اراضي، هذه انا اشوفها يعني صراحه طريقه خاطئه. احنا اليوم نحتاج الى البناء العمودي صاحب محمد. احنا ما نبقى نوزع كل واحد يشتري له قاع ويتملكها، هذا غلط. احنا اذا يعني راح بعد يعني راح لنا بعد دوله ثانيه حتى يعني شلون توسع العراقيين، هذا احنا هذا غلط. هذا مال انا حتى مال التمليك وهذه صراحه ارفضها. يعني المفروض اكو تخطيط بناء عمودي، هذا المواطن تعطيه شقه يبعد بيها يبقى يعني حتى مو يبقى يعني تعطي الدوله يعني تعطي ايجار. طيب سؤال سيد عبد الرزاق، يعني خلينا نتكلم بها من جزئيتين. الجزئيه الاولى اصحاب التجاوز المضطرين المجبرين المكرهين على السكن في التجاوز، ذولا لو كان لهم بديل هل كانوا ليسكنون في التجاوزات؟ هاي النقطه الاولى. النقطه الثانيه بالنسبه للي تفضلت به حضرتك فيما يتعلق ب المتجاوزين اللي هم أصبح الموضوع عادة وطبع عند البعض، حتى وإن كان يمتلك منازل أخرى أو أراضي أخرى صار الموضوع أنه هو طالما غاب القانون فبإمكان أي شخص اليوم عنده ظهر عنده عشيرة واقفة وراء ميليشيا حزب يروح ويتجاوز. لو كان هناك قانون يطبق بشكل صحيح على الجميع هل كنا لنرى هذه التجاوزات في العراق؟ طبعا هاي النقطة فيما يتعلق ب اللي هم ياخذون اراضي او يتجاوزون على الاملاك العامه بدون وجه حق، لكن في المقابل ايضا لماذا لا يتوفر بديل للمضطرين على السكن بالتجاوزات؟ صحيح. احنا يعني الصراحه نكتب القانون والنظام استاذ محمد، يعني احنا ما عندنا يعني ناس تخطط ولا ناس تفكر البعيد. يعني هسه اكو دول عندها خطط خمسيه وتوصل خطط العشريه، لكنه احنا ما عندنا ناس اللي تهتم بامور المواطن. احنا مثل ما قلت لك يعني احنا اليوم ما محتاجين نوزع اراضي، نبني بناء عمودي حتى على مود كل مواطن عراقي له حتى في اخر جاي نشوف دول يعني اكثر من العراق، لكنه ماكو واحد عايش ببيوت مال صفيع او كنك. هذه للاسف الشديد هاي موجوده عندنا، لانه قلت لك ما عندنا ناس اللي تخطط وناس اللي تحمي المواطن. هذا السبب، يعني احنا نفتقد للناس اللي تفكر بروح المواطن بروح العراق تنظر له نظره بعيده. لكن يا اخي احنا يعني صراحه غير ما يعني كل واحد يعني اللي مسؤولين بالدوله يفكر بمصلحته، يفكر يعني بالامور اللي تفيده ما يفكر بغيره، وهذا الروح الان اللي موجوده عند المسؤولين يعني ما راح تخدم المواطن العراقي، لا خدمه لا اليوم ولا باكر ولا بعد باكر. يبقى المواطن العراقي بهذه. طيب الحل شنو؟ هسه احنا تكلمنا طبعا ودائما ما نقول بانه طبعا حضراتكم المتصلين المشاركين والعراقيين في الداخل يقولون بانه السبب هو الحكومه، السبب العمليه السياسيه، السبب ذول الفاسدين اللي دي يحكمونا واللي ما تغيرت وجوههم، حتى لا يقولون انه احنا جبنا شخصيات جديده، هم نفسهم يداورون المناصب بيناتهم. لكن السؤال شنو الحل بالنسبه لهي المشاكل المستمره في العراق؟ الحل هو تغيير هذه المنظومه السياسيه اللي جاي تحكم. شلون ممكن تتغير؟ نعم، شلون ممكن تتغير؟ يعني ما يعني تتغير يعني بطرق، يعني ما اريد اقول مثلا ما اشجع على الدفاع المسلح،
مشجع الفوضى، لكنه اكو طرق اللي تغير هذا النظام، يعني تطبق هذا النظام وتبقى يعني الاحزاب هي اللي تقود البلد، ما راح نوصل النتيجه. بالعكس من يوم السيء الى اسوء، لكنه لازم اكو تغيير يصير، لازم يصير اكو تحوه حتى المواطن العراقي يعيش برفاهيه، يا اخي يشوف شعوب العالم، شوف الدول شلون جاي تقدم، شلون جاي تنهض، واحنا مع ناسنا على ابسط الاشياء، اكثر اليوم بيض السماوه، ناس طالب بابسط الحقوق، يا اخي هذه الدول الفقيره هذه اللي قاعد شوف ذاك اليوم طلعوا يعني عندهم مجاعه، واحنا بالعراق فوق ال 40%، ويعني لما تقول بالعراق يعني الاخر يضحك. زين اذا هذا بلد غني ويمتلك اموال ويمتلك ثروه وهيك عنده مجاعه وهيك عنده فقر، بعد الدول الفقيره شلون؟ شكرا يعني سيد عبد الرزاق من بابل. نعم وصلت الفكره، نشكر حضرتك للمشاركه. ويانا السيد محمد من امريكا، تفضل يا محمد حياك الله. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. البطله الشريفه حياك عمر الاستاذ عمر، عفوا استاذ محمد. نعم عمر انت رحمه والديك من 2003 سووا البلد، عم بدمراك في لك الله، الكراده ثلاث ارباعها يملكوها فرس ايرانيين، كفي لك الله، ايرانيين يملكون الجيعان العراقيه، وابن الخايبه قاعد تكرم بالزباله ويهجروه، والله العظيم هاي الاحزاب هاي الميليشاويه عندهم بيوت يملكون قاعدين بالحواسن وبيته ماجره، كفي لك الله، ياخذون قراعين يبنوها، ما حد يقدر يحكي وياهم، عم مو نقول دوره استاذ محمد، لا تقول دوله، دوله عصابات المافيا ميليشيات تابعين لايران ليس للعراق، دوله ما عندهم غيره حيشاك على اعراضهم، خلوا يروحون حيشاك يفتشون الملاهي ياخذون بها لطميات ما لطميات ويجيبون طاري اسم محمد واسم رب العالمين بسوء، كفي لك الله هاي تكرم هاي الملاهي بالكراده وغير الكراده، الكراده قلبوها كلها لطميات. طيب يعني انت 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 اليوم سيد محمد من امريكا، شلون تشوف الحل بالنسبه لقضيه، خلينا نتكلم على ملف التجاوزات اللي حضرتك تفضلت به، شلون تشوف الحل بالنسبه لهذا الملف؟ شنو المفروض يكون متوفر حتى يخلص العراق من سالفه السكن بالتجاوز او التجاوز على الاملاك العامه؟ استاذ العزيز، استاذ محمد، دول لا ما تقضي على دول العصابات الميليشيات الاحزاب حشاك القذره جايه من ايران تحكم، دول اللي ما يندفون من العراق، ما العراق ما يصل براسه خير، كفي لك الله. طيب شكرا سيد محمد من امريكا، انا اشكر حضرتك. ويانا السيده ام عبد الله من بغداد، تفضلي سيده ام عبد الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله، حياك الله. حياك الله ام عبد الله. تحيه لحضرتك ولقناتكم الشريفه ولكل عراقي شريف. يعني انا من دا اقول عراقي شريف مع الاعتذار للشرفاء. يعني قليل ما اشوف شرفاء عراقيين يدافعون عن وطنهم ويدافعون عن غيرتهم ويدافعون عن شرف العراقيات. يعني احنا وصلنا عيفك من التجاوزات الحكومه وعيفك من التجاوزات اللي صارت تجاره. نعم. استاذ التجاوز صار تجاره. يعني كل الاملاك اللي موجوده في خاصه بغداد كلها هي املاك اهل السنه واخذوا يتاجرون بها ذو النفوذ اللي تعرفون عن ايش راح اقصد بيه، ودي يبيعوها للناس ب 7 ملايين و 20 مليون و 30 مليون. هم عفك من هذا. قبل فتره عرضت فيديو انه الكادر الطبي في مستشفى ما انهزموا. ليش انهزموا؟ لانه كون انه انطوا جرعه زائده من البنت، ما اتصور هذا. لان اليوم انعرض فيديو على الانترنت يقول التجاوز صار على النساء في صاله العمليات، يتم تخديرهم اثناء التخدير، يتم عمليه الاغتصاب. وين الشرف العراقي؟ وين الغيره العراقيه اللي هيش يخلي الناس اذا دكتور مقاسم قسم الله سبحانه وتعالى يقول انه انا حكون وفي للعمليه الطبيه، يقوم بعمليه اغتصاب النساء اثناء، ترى دير بالكم يا عراقيين، الاغتصاب النساء، الاطفال، حتى الرجال، بيغتصبوهم وهذا ساكتين عنا العراقيين، واني ارجو من اذاعتكم الشريفه او قناتكم الشريفه ان تعرض هذا الفيديو وتحرض الناس او تقولهم للناس لا حد يدخل احد بالصاله العمليات
بدون ما يدخل احد من ولي الامر. نعم. المريض ماشي سيدة عبد الله. ماشي هذا الموضوع حضرتك طرحتيه واكيد الموضوع مهم وخطير اذا ثبتت حقيقته طبعا، لكن انا اريد تعليق من حضرتك على مواضيعنا اللي عرضناها. عرضنا الى الان موضوع يتعلق بالمتظاهرين الخريجين اللي يتعرضون الى قمع مستمر لانهم يطالبون بحق مشروع، وايضا الملف الثاني اللي عرضناه هو ملف التجاوزات على او رفع التجاوزات، وطبعا هاي المشكله اللي مدى يلقى المواطن لها بديل. يعني اليوم احنا عندنا كسبه باعه متجولين، عندنا عوائل عراقيه تسكن في التجاوز بسبب الماكو من اللاشاره، يعني هو لو عنده بديل ما راح سكن في العشوائيات وعاش بهذا الخطر انه هو او بهذا القلق انه هو ممكن في اي لحظه تجي البلديه وتزيل اللي بناه. ليش ماكو بديل؟ ولماذا لم توفر هذه الحكومات مشاريع اعماريه لتسكين هذه العوائل والقضاء على مشكله العشوائيات؟ استاذ صار لنا 19 سنه. زين شو استفادنا من هاي الحكومه؟ احنا يوميا شباب، احنا يوميا ننطي 100 شهيد بالعراق. اذا مو 150، اذا مو 50 150. نعم. يعني الى متى احنا راح نبقى ننتظر نطلع مظاهرات؟ ماكو حل من هيك دوله او من هيك حكومه. هاي الحكومه ضاعت وطنها وضاعت شرفها وضاعت غيرتها. من توصل الغيره الى شرف العراقيات ترى اكو بعد حل استاذ للتعيين. وين اكو تعيين؟ التعيين ماكو، لان الفلوس كلها تروح للجيوب. لا اكو معمل، لا اكو مصنع، لا اكو اراضي زراعيه، لا اكو مصانع اللي حتى يخلون الخريجين. التجاوزات صارت يعني صارت التجاوزات صارت يعني تجاره بحق الناس. يعني انا ذاك اليوم اعرف وحده اخذت تجاوز ب7 ملايين. منين اخذتها؟ من منطقتها، من واحد. استغفر الله، والله غير شرفاء. طيب. شكرا سيدة أم عبد الله من بغداد، أنا أشكر حضرتك للمشاركة. دعونا ننتقل مشاهدينا إلى مقطع آخر لدينا ونكمل الحديث في حلقتنا لهذا اليوم. الجهات المختصة في محافظة البصرة تواصل تجاهل المناشدات الكثيرة لإيجاد حل مناسب لمطب في أو حفرة في جسر محمد القاسم الشهير في محافظة البصرة. أحد المواطنين في المحافظة يوثق الواقع المزري والإهمال الحكومي لجسر محمد القاسم بالرغم من كونه جسر حيوي وينقل من خلاله الشركات النفطية والشاحنات الكبيرة وتنقل أيضا من خلاله هذه البضائع. لنشاهد. إلى محافظ البصرة، يا محافظ البصرة، هذا جسر محمد القاسم، وهذا الجسر عليه شركات نفطية، عليه دوائر نفطية، وما شاء الله شارع ماشي. وهذا وضع الجسر، هذا وضع الجسر، شارع محمد القاسم، الطسات على طوله، وهاي الطسات كلها نقر وكلها حفار. رسالة إلى محافظ البصرة، يا محافظ البصرة، هذا جسر محمد القاسم، وهذا الجسر عليه شركات نفطية، عليه دوائر نفطية، وما شاء الله شارع ماشي. وهذا وضع الجسر، هذا وضع الجسر، شارع محمد القاسم، الطسات على طوله، وهاي الطسات كلها نقر وكلها حفار. يعني مشاهدينا الكرام تابعنا هذا المقطع، دعونا ننتقل إلى مقطع آخر لدينا في نفس الملف. طبعا الفوضى التي تعيشها البلاد وغياب التخطيط وأنظمة السلامة المرورية بالطبع يؤدي إلى الحوادث، يؤدي إلى كوارث تحدث في الطرقات في العراق. دعونا نتابع واحدة من هذه الكوارث الموجودة في العراق. قطار يحمل المشتقات النفطية اصطدم بحافلة ركاب في منطقة الرميلة الشمالية بمحافظة البصرة. تخيلوا مشاهدينا الكرام حجم الكارثة، لا قدر الله لو اشتعلت النيران في القطار، ومدى حجم الأضرار البشرية أولا والبيئية والمادية التي ممكن أن تحدث نتيجة احتراق العربة أو العربات التي يجرها هذا القطار والتي تحمل النفط الخام. دعونا نشاهد. ها جابه تحت منك من ديك الغرفة قد ما وصل هنا. هاي الستاركس
طبعا ملف الطرق والجسور وملف المرور في العراق وهذه الحوادث المستمرة لا يمكن فقط اللوم السلطة الحاكمة والدوائر المعنية فقط بهذا الشأن، هناك أيضا غياب للثقافة المجتمعية فيما يتعلق بقضية المرور، احترام الطرق، وكذلك يعني التعدي المستمر من بعض السائقين على المحرمات، يعني صف السيارة على سكة قطار أو مثلا التجاوز على سكة قطار أو حتى عدم احترام إشارة مرور إذا كانت موجودة، وهناك الكثير من التجاوزات من المواطنين، هذا الموضوع يجب أن أيضا يتم وضعه بعين الاعتبار، لكن يبقى الجزء الأهم هو فيما يتعلق بغياب التنظيم، غياب التخطيط، سوء الإدارة من قبل الجهات المعنية. دعونا نتابع بعض التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع. لدينا تعليق من ذو الفقار يقول: الحمد لله على سلامتهم إخوان، حوادث هواية، وين الحل؟ حكومة. الباشا زياد يقول: عادي بهيجي دولة تسودها الفوضى وعدم تطبيق القانون. ضياء يقول: الأفضل وضع حواجز تدار من قبل موظف ووضع لوحات إرشادية لتنبيه السائقين. وعلي يقول: هذا القطار يدخل لميناء أم قصر، باب الدخول مالته يفوت على الشارع، مدخل أم قصر ما بأي علامات سلامة، يعني ما تحس إلا القطار طلع بوجهك، هذا مو مبرر للحادث، بس وين إجراءات السلامة؟ كلام منطقي جدا، كلام سليم، ومن حق المواطن العراقي أن يبقى يتساءل إلى متى يسوق سيارة أو يقود سيارة في شوارع غير معبدة تغيب عنها كل نظم السلامة وأيضا غير منظمة مروريا، وبالتالي لا يعلم أين الخطر سيأتي، متى يجب أن يتوقف، وكيف يمكن أن يسير بشكل صحيح في هذه الطرقات. ولكن أيضا هذا لا يعفي المواطن العراقي من التجاوز لأنه أو من تحميل الخطأ، لأن هناك جزء يتعلق بالمواطن وبثقافة المواطن العراقي فيما يتعلق بقيادة السيارات. معنا اتصال السيد أبو أحمد من بريطانيا، تفضل يا أبو أحمد. تحية لك أستاذ محمد وإلى قناتك الجميلة، قناتكم الجميلة. حياك الله. أنا طبعا مواضيعك اللي طرحها جدا جميلة، يعني الله يسلمك. الله يسلمك. يعلق على موضوع التظاهرات. نعم. هذه التظاهرات مشكلتها عدم وجود تخطيط سليم لهذه العصابة الموجودة، أدت إلى هذه التراكمات، وهذه التراكمات أدت إلى هذه المشاكل اللي صعب على وجود هذه العصابة. أنا أسميهم عصابة لأن ذولا مو حكومة. نعم. الملف الآخر حول ملف الشارع الرئيسي، أكو تجربة بمصر طبقوها، يعني أنا خلال زيارتي على مصر تجربة جدا جميلة، إنه نعم. ما تسمى بالهاي واي، الدولة ما اللي أخذ من السيارات من الصغيرة إلى الكبيرة اللي هو بالعراق الآن يأخذون المحافظات بس ينزلوها بجيوبهم. نعم. هاي الشارع و عليها موضوع جدا سهل، لا الدولة ولا حاجة. الموضوع الثالث حول الحوادث، المشكلة الرئيسية نعم. عايشين بدون، هنا في بريطانيا أبو صندوق أصفر محطوط بالشوارع، صندوق أصفر مكعب. طيب. هذا كاميرا تحدد لك السرعة اللي تجاوز سرعة بالطرق الخارجية 70 ميل بالساعة، تجي له غرامة للبيت مصورة. يعني هاي صعبة يحطوها بالعراق هذه العصابة. سيد أبو أحمد، طبعا العراق بالنسبة لقضية البنى التحتية عنده مشكلة كبيرة، وهي غياب البنى التحتية، يعني هي الكارثة الكبرى. هناك جزئية أيضا تتعلق بسهولة الحصول على المركبة اليوم في العراق، بالإضافة إلى هذا بسبب وجود الفساد والرشاوى والمحسوبيات يستطيع المبتدئ في القيادة أن يحصل على رخصة قيادة سيارة، وحتى يسوق بدون رخصة، يعني عادي الناس بالعراق اليوم يسوقون سيارات بدون رخص، وهذا الموضوع يسبب حوادث غير منتهية. لا، وهي شنو المشكلة الرئيسية؟ مدير يحطون الشخص اللي هو ما له علاقة بالموضوع، يعني نعم بتخطيط وبقرارات. والموضوع جميل جدا، وأنا أشكركم على وسعة بالكم. أشكر حضرتك سيد أبو أحمد من بريطانيا، يعني حقيقة أتابع أحيانا في اليوتيوب تخرج هناك لقطات ومقاطع مسجلة في العراق
لحوادث السير وسوء الشوارع وسوء التخطيط. حقيقة يعني النظام أكثر من بدائي، يعني ما يحدث في العراق اليوم في الشوارع وفيما يتعلق بالطرقات والجسور والبنى التحتية يعني كارثة حقيقية. أنه هذا البلد في عام 2022 في زمن التريليونات وليس المليارات يصل إلى هذا المستوى المهترئ من الخدمات والبنية التحتية، شوارع وطرق وجسور يعني متهالكة بمعنى الكلمة، وهناك كثير من الحوادث ليست بسبب سوء قيادة السائق وإنما تكون بسبب الطريق وتكون بسبب غياب الإشارات التحذيرية وغيرها وتكون بسبب غياب إشارات المرور وبسبب وجود سكة قطار في داخل الأحياء السكنية بدون تنظيم. وكارثة حقيقة أنه الأمانة، إذا كنا نتحدث عن بغداد أو باقي المحافظات، ما دورها؟ أين الأموال التي خصصت لهذه المحافظات للنهضة بالبنية التحتية؟ ما دور الوزارات المعنية ب يعني معالجة الأخطاء والكوارث الموجودة في الطرق والجسور التي يعني ربما حتى من زمن الملكية بعضها يعني لم يرمم، وهناك طرق ترابية وهناك طرق بأكثر من سايد، يعني بأكثر من اتجاه وغير منظمة، وبالتالي الحوادث تستمر ولا يوجد تنظيم. دعونا نكمل الآن مشاهدينا ما لدينا من فقرات، ننتقل إلى المقطع الأخير لدينا بهذه الفقرة وهو ملف البيئة. هناك كارثة في العراق وهي كارثة التلوث البيئي الحاصل نتيجة أسباب كثيرة، النفايات المنتشرة في مواقع مختلفة من المحافظات العراقية، تصريف المجاري أو الصرف الصحي المياه الآسنة ويتم تصريفها إلى مجاري الأنهار. هناك أيضا هذا الموضوع يؤثر على الحياة الحيوانية، حياة الحيوان بشكل عام. طبعا كنا نتحدث عن الأسماك أو الحيوانات بشكل عام، هناك نفوق مستمر بسبب التلوث، وطبعا والأهم هو الأمراض المنتشرة نتيجة هذا التلوث البيئي والتي تؤثر على الإنسان أولا وأهم قبل كل شيء. لنشاهد هذا المقطع من سوق الشيوخ، قضاء سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار، لمواطن يتحدث عن الواقع المزري الذي يعيشه أبناء المحافظة. المنطقة المعادية لمنطقة إبراهيم التي تحدها الإسماعيلية، منطقة الإسماعيلية من هذه الجهة، وكذلك منطقة حي الشهداء كما ترون الآن، تكوم النفايات، أكداس من النفايات وكذلك الحيوانات النافقة في هذه المنطقة، المنطقة التي تنذر بكارثة بيئية إنسانية تؤدي إلى إبادة جماعية بحق المجتمع في قضاء سوق الشيوخ كما ترون الآن. تعال هنا، تعال تعال شوف، هنا يتم تفريغ المياه الثقيلة في هذه المنطقة، شاهد انتشار النفايات وأكوام وكذلك جثث الحيوانات النافقة ترمى هنا، وكذلك يتم تفريغ المياه الثقيلة في هذه المنطقة. شاهد هنا، تعال اقترب لي، اقترب، باعوا هنا، باعوا هنا، هاي الحيوانات النافقة ومخلفات الذبح والسلط الحيوانات، يعني منطقة تنذر بكارثة بيئية تؤدي إلى إبادة جماعية وتنذر كذلك بانتشار الأوبئة والأمراض في الوسط الاجتماعي في قضاء سوق الشيوخ. نعم، بعيدة عن الأنظار، عن الإعلام، ولكن نكشفها للحقيقة وللرأي العام. انظر، هذه المياه الثقيلة ترمى في هذه المنطقة، وهذه جثث الحيوانات كما ترون بأم أعينكم، والمسؤولين لا أبالي، لا أكترث، همه الوحيد هو المناصب والكرسي واغتنام المناصب. دائما ما أذكر بمعلومة حقيقة طرحها وتحدث عنها النائب السابق والقاضي وائل عبد اللطيف بلقاء تلفزيوني، قال بأنه في إحدى المرات طرحت دولة أستراليا مقترحا على الحكومة في بغداد، وهو حقيقة لم يذكر في أي عهد، لكنه قال بأنهم تواصلوا مع الحكومة في بغداد بخصوص صفقة تبادلية. الصفقة هي عبارة عن تأخذ أستراليا النفايات الموجودة في العراق، تنظف الشوارع، توفر هي الأيدي العاملة، توفر المعدات، وفي المقابل
تحصل هي على النفايات لتوليد الطاقة الكهربائية في أستراليا. طبعا الجانب العراقي رغم أنها صفقة بالنسبة للعراق في ظل هذه الظروف صفقة ممتازة أن تأتي دولة منظمة مثل أستراليا هي التي تشرف على عملية التنظيف وإزالة النفايات، لكن العراق رفض لأنه طلب 100 مليون دولار زيادة فوق الصفقة لكي تتم. طبعا هذا الموضوع لا يناسب الجانب الأسترالي لأنها ستتكلف أموال بالإضافة إلى جهد ومعدات وغيرها، وهذا الموضوع بالنسبة لها خسارة، فرفض العراق لأن الموضوع ما بيه فلوس. دعونا نتابع التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع. أبو شمس يقول: لا حياة لمن تنادي، الفرد العراقي ميت على قيد الحياة، ماكو ثورة على الظالم. أبو أحمد يقول: مدينة سوق الشيوخ لا توجد فيها إدارة، مدينة يديرها لصوص الأحزاب. عندنا تعليق من عبد الأمير يقول: هذا نتاج إدارتهم للبلد وعمليتهم السياسية الفاسدة، ويتبجحون بالفضائيات على إنجازاتهم. وبشير يقول: نعم كارثة في زمن الكوارث. خلونا ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى فقرة أنت ترى. أنت ترى هي خدمة تقدمها قناة الرافدين لحضراتكم من خلال أرقام معينة، بإمكانكم أن تتواصلوا من خلال هذه الأرقام وتقومون بإرسال ما لديكم من مقاطع مصورة أو صور بشأن أحداث معينة تحصل في العراق. من ضمن هذه الأحداث ما سنراه الآن: أصحاب محلات أمام جراج السدة في قضاء المسيب بمحافظة بابل يقولون: تفاجأنا بقرار بلدية المسيب بإعطائنا مهلة مدة يومين فقط لترك محلاتنا أو إغلاق السوق، علما أن هذا السوق منذ عام 2008 تم إنشاؤه بالاتفاق مع مجلس محافظة بابل ولدينا الموافقات الرسمية بذلك. ناشدوا من خلال البرنامج بالعدول عن هذا القرار لأنهم أصحاب عوائل وسوف تقطع أرزاقهم. لنستمع إلى مناشدتهم. هاي مسيب شارع العام قريب السد جراج السدة، هذا الجراج أنتوا نصبتوه، أنتوا جبتونه وقعدتونه، هاي العوائل الموجودة كل واحد عنده 4-5 نفرات زين وعنده أطفال وعنده قصر وعنده مرضى، وين يقعدون؟ وهاي الوصولات اللي جزيتونا إياها زين شنو نبنى احنا؟ وين نروح؟ وين نلطي وجوهنا؟ يعني بهذا العمر هذا يشغلها ويطلع مننا؟ زين سويتوا التبليط المجاري وينها؟ وبهاي تحاربونا عليها وتحاربونا بتحاربونا برزقنا؟ 2008 2007 جابونا هنا، جابونا هنا احنا كنا بذاك السوق، هذا سوق البديل جابونا هنا، صار لنا 12 سنه هنا. والله صح. هسه جونا اليوم اعطونا يومين مهله، لو شيلونا نفلشن بالشغلات. زين احنا وين نروح؟ كل محل كل بسطية هاي عليها عائلتين ثلاثة، وعنا صاحبين عوائل لا عندنا رواتب ولا عندنا كل شيء، احنا قيت يومي هذا يومية تشتغل حصيت روح ودي مسواق لهلك، ما عندنا غير معيشة، وين نروح احنا؟ شوفوا لنا صورة حال، شوفوا لنا سوق بديل، احنا يومية جايينة يومية جايينة مشايلينة زين احنا وين نروح لعد؟ انت من جبتنا وخليتنا هنا ويومية تدولب بينا، زين انت تاخذ رواتب الله يرزقك، ما نقول لك هذا جزء يعني انت متوظف، بس احنا ناس كسبه صاحبين عوائل، كم عائله هسه هاي هنا تريد تقطع رزقها؟ لا والله نموت نموت هنا نموت كفيلك العباس ما نسلم البصيات. قوت علينا مجلس محافظه وسووا بينا كتاب، الكتاب موجود بالقانونيه سموه سوق البديل، سوونا باع المتجولين. الشغله الثانيه انت لما تريد تشيلني من هنا غير تخلي لي بديل، انا جيت من كيف قعدتي انت قعدتني، شلون انا اشيل انت لما جيت تاخذ من عندي اجار وجد اخذ من عده تنظيف، وين تروح هاي العالم؟ الموضوع نفسه اللي تحدثنا عنه بقضيه التجاوزات، لكن الموضوع مختلف هنا، القصد من الفكره انه اين البديل؟ الوسم مشاهدينا الكرام بفقره الهاشتاج هو محمد الشيع السوداني في ظل ترشيح ما يعرف بالاطار التنسيقي لعضو حزب الدعوه محمد الشيع السوداني مرشحا لرئاسه الحكومه. دعونا نتابع بعضا من التغريدات سريعا. بلسم تقول: من أبسط إنجازات محمد الشيع السوداني في الحكومات السابقة بال 2011 كشف تقرير لهيومن رايتس ووتش عن سجون سرية أقامها نور المالكي للتعذيب، وساعده وزيره محمد الشيع السوداني في تقديم تقارير مكذوبة إلى المنظمات الأممية بشأن جهد المالكي الحكومي في مجال حقوق الإنسان. عبد اللطيف يقول: مكينة السيارة عاطلة والفيتر يقول لازم تبدلها، ما يفيد تبديل السائق هذا غباء. محمد الشيع السوداني: ما يفيد تبديل السائق هذا غباء. عندنا تغريدة من حسين دلي يقول: معقولة عقمت الأسماء
ليتم ترشيح حرامي جديد لرئاسة الحكومة من حزب الدعوة مرتع الطائفيين والقتلة والحرامية. محمد الشيع السوداني فشل في الوزارات الأربع التي تقلدها: حقوق الإنسان في ذروة الطائفية تحت قيادة المالكي، ثم وزارات التجارة والصناعة والعمل تحت إدارة العبادي الفاهي. تغريدة لدينا من سلسبيل تقول: يقال محمد الشيع السوداني في ميسان يسمونه محمد طسة، لأن من كان محافظ درس شوارعها حفر وطسات، تخيلوا لو يستلم رئاسة الوزراء شو يسوي. آخر المتصلين سريعا أبو علي من واسط، باختصار يا أبو علي حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير لجمهور الداخلين. بصراحة يعني ما أدري من يتكلم عن الموضوعات كلها، كانت يعني في صلب معاناة الشعب العراقي من الخريجين إلى مكبات النفايات اللي الدولة لحد الآن ما عرفت شلون تستغل النفايات. نعم. إلى ترشيح شخص يعني ما يعني فاشل، المفروض دولة يعني الإطار ما يعني واحد يستغرب يقول شلون يرشحون واحد فاشل؟ ليش هو الإطار بي واحد ناجح حتى يعني يرشحونه أو يمطونه منصب رئاسة الوزراء؟ شنو راح يسوي؟ راح يطلع الفصائل ويمنع ويحصر السلاح بيد الدولة وياخذ السلاح من عندهم؟ لو يسجن المالكي لأنه فاسد، ولا العامري، ولا الحكيم، ولا قيس الخزعل الإرهابي؟ شنو راح يسوي محمد الشيع السوداني؟ باختصار يعني العراق إلى الهاوية، حتى لو سووا انتخابات جديدة على أساس أنه تصير انتخابات جديدة، لأن المستقلين اللي كنا احنا حاطين يدنا عليهم للأسف طلعوا ما مستقلين من أنفسهم. يعني هذا الكلام نعم كلام سليم بخصوص المستقلين، هو كان مغرد في عام 2019 بأنه استقال من حزب الدعوة ومن ائتلاف، من كتلة ائتلاف دولة القانون، ويقول بأنه أنا لست مرشحا عن أي حزب، في حين اللي رشحه هو الإطار التنسيقي، مجموعة أحزاب في مقدمتها دولة القانون، حزب الدعوة. بالضبط. وحتى يعني قيس الخزعلي ما شاء الله العقلية الفاهمة اللي عندنا، قيس الخزعلي قام يرشح رئاسة وزراء يوافق. إذا قيس الخزعلي يرشح هذا أكيد هذا راح يكون لا إرهابي دم يعني. أنا أشكر حضرتك سيد أبو علي من واسط، شكرا جزيلا لك للمشاركة. وبالختام مشاهدينا الكرام أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، نلقاكم بإذن الله، إلى اللقاء.